دوريا بارما شنا كيفاش كانت المباراة في الجولة 15 من الدوري الإيطالي سيري اي، شنا كيفاش كانت المباراة؟ مباراة اللي كان الشوط الأول شنا انتهى بهدف لصفر. الشوط الأول شنا كوشاكا الذي سجل الهدف في الدقيقة 21. شنا كيفاش سامدوريا، وين كان نقولوا بلي سامدوريا اليوم أضعت الكثير من الأهداف، وين تروح نروحوا الاستحواذ، وين 57% سامدوريا أمام بارما ب 43%، شنا 226 تمريرة فقط مقابل 413 تمريرة لسامدوريا. يعني نقول لك بلا ما نساو الحارس لونجي، الحارس تاع بارما الذي أنقذ المرمى تاعو من عدة أهداف كانت خطيرة، وين شنا كيفاش المدرب كلوديو رانيري اللي دخل بخطة سامدوريا بربعة 3-1-2. شنا كيفاش التشكيلة تاع بارما روبارتو وين دخل بخطة 4-3-3. يعني كانت المباراة اللي كانت نقولوا بلي كانت صعبة على الفريقين وصعب التكهن بها، رغم أن شنا كارلو اللي دخل في المهدي هاريس، مهدي هاريس اللي دخل في الشوط الثاني في الدقيقة 59، كارلو اللي دخل في الدقيقة كذلك في الوقت في الدقيقة 59. يعني شنا مورتان، شنا ليكس، شنا عمر كولي، شنا يوكال، شنا كيفاش ألبان جوكوب، يعني مانولو، شنا فابيو. يعني كانت المباراة اللي كانت خاصة وين رونالدو فابيري اللي ضيع هدف التعادل في الدقيقة 50، شنا كيفاش مانولو اللي كذلك في الدقيقة 72. يعني كانت المباراة كانت تخلق خلق شنا كيفاش بارما ما عطاوش مساحات كبار لسامدوريا، على ذيك نقولوا بلي شنا ماتيو في الدفاع، شنا سيموني، شنا بارونو، شنا ريكاردو، شنا جوري، جول هارم، شنا كيفاش ديان، اندرياس، كولاسي، يعني جاستون. يعني كانت المباراة كانت قوية بالنسبة لزوج فرق، وين سامدوريا اللي قدم مباراة كبيرة، بارما الذي خدع في جوري كوشاكا، خدع الدفاع تاع سامدوريا في الدقيقة 21. هذه المباراة خاصة وين نعرفوا الأندية الإيطالية بالقوة تاعها الدفاعية ووسط الميدان، خاصة تمركز في الدفاع ووسط الميدان. شنا كيفاش سامدوريا بارما الدور الإيطالي سيري اي في الجولة 15. صحيتو صح.